ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. ده مطعم بتاع اسماك في اسكندرية اسمه مراسي، موجود في اوتيل سان رايز اللي هو ازور سابقا. المطعم ده حلو قوي يا جماعة، بيقدم اسماك حلو قوي، وبيقدم برضو اكل انترناشنال، بس احنا بصراحة جربنا الاكل اللي هو السي فود. بيعمل اكل سمك حلو قوي قوي قوي، وطعمه جميل جدا، وهناك في كل الاحجام والاسعار من كل حاجه، وكل الاصناف موجوده زي ما انتم شايفين كده، كل ما لذ وطاب يعني موجود هناك. وكانوا عاملين حاجه حلوه قوي قوي قوي، بيبقى زي كده انيمي. وده منظر السماء والسحاب بالليل كده، انا بحب المنظر ده جدا جدا، يعني حاجه من ضمن الحاجات اللي انا بعشقها خالص، يعني حاجة في منتهى الروعة، بتديني كده احساس بالريلاكسيشن. وده شكل القمر كده من بعيد، شكله حلو قوي. بعد ما خلصنا الحفلة دي وبعد ما اكلنا الاكل بتاعنا، اتمنى يا رب ان انتم تكونوا انبسطتوا معانا بالفيديو اللطيف ده، واستمتعتم معانا بجولة من جولات عجيب. باي باي.